الناس هداف وكيسجل من أنصاف الفرص. في بداية الألفية الثانية كان واحد من أفضل المهاجمين في المغرب، لعب في الراجة والوداد وتألق معهم بجوج. اللاعب اللي غنتكلموا عليه اليوم هو مصطفى بيضوطان. في 18 يونيو من سنة 1976 زاد مصطفى بيضوطان في مدينة الرباط، وبالضبط في حي يعقوب المنصور. وبحال معظم أطفال المغرب، مصطفى بدأ لعب كرة القدم في أحياء العاصمة. وفي سنة 1991 وقع أول عقد ليه مع فريق وزارة المالية، وهنا كان أطرو أحمد الساسي وكان كيسهر على نشأته وتكوينه، الشيء اللي خلاه يصبح واحد من ركائز الفريق، بل وأكثر من ذلك أصبح هداف الفريق، شيء اللي خلى أعين المراقبين تتحط عليه. يعني حنا البداية قبل ما نوصل لهالكريير، البداية ديالي كانت صعيبة. أنا كنت كنلعب مع فريق في الهوات اللي هو جمعية وزارة المالية، وحتى شي واحد ما كنعرفو، الأغلبية تيقول الشرطة، أغلبية هو راه جمعية وزارة المالية، وهاد جمعية وزارة المالية غير باش ندخلو حيز الدعابة شي شوية. أنا كنت كنلعب مع صحابي في الزنقة، في الحومة، في الدرب، ولا الدرب كنلعب معاهم. وصحابي بزاف، واحد الوقيته غبروا عليا واحد السيمانه ما كنشوفهمش، وهما مشاو سيناو في جمعيه وزاره الماليه. تلاقيت بهم واحد النهار قالوا لي راه سينينا في وزاره الماليه، وادي نسمعش وزاره الماليه. قلت الله الفلوس العاقه. قالوا لي غير الله، وادي سميتو مع صحابي، ما بقاش تقنعوني. ومشيت وباقي كنعقل واحد السيد اللي كان وجه لي تحيه، اللي هو احمد الساسي، اللي هو اللي صبرني وخلاني انني نبقى متمسك بالحلم ديالي انني نصبح لاعب كبير. انا من داك النوع، وكان كيضحك عليا تيقول لي دابا هو غادي يمشي، انا غادي ندوز تيست. انا قلت لهم انا غادي ندوز تيست، يعني كتحاسب راسك وايري عارف شنو الكاليتي ديال عندي. انا سمعت وزاره الماليه قلت الله العاقره الفلوس. مشيت تما كاين ربع شي قول شي سنين وانا كنلعب معاهم فاق فابور كما تنقول، والله العظيم. وتيصبرني هو تيقول لي اصبر اولدي راه الفلوس غادي تجيب وحديتها. كيفاش الفلوس غادي تجيب وحديتها؟ وعطاني غير هذه الجمله هذه، قال لي الفلوس غادي تجيب وحديتها. ما فانت كونت من ديك جمعيه وزاره الماليه ما بقاش، هي هذيك فاش البدايه ديالي كانت مع الفتح ديال المسار. بدايه المسار، وهنا كان فريق الفتح الرباطي هو الانجح في ضمه. موسمه الاول مع فريق الفتح كان متوسط، لكن في الموسم الثاني مصطفى ابان على امكانياته، وهنا عرفته الجماهير المغربيه بصفه عامه، حيث انه نجح في التتويج بهداف البطوله الوطنيه برصيد 17 هدف. هذا الشيء غيجذب انظار انديه من الخليج، وبالضبط من السعودية. مصطفى غينتقل لنادي الشباب السعودي لمدة 8 أشهر، لكن تجربته تماك ما كانتش قد توقعات، وسجل 5 أهداف فقط. وعاد مرة أخرى لفريق الفتح الرباطي، وفور عودته للبطولة الوطنية بيضوطان رجع لأجواء التهديف والتسجيل، وسرعان ما عاد للواجهة من جديد، شيء اللي خلى مجموعة من الأندية الوطنية ترغب في ضمه. وبالفعل مصطفى وقع عقد مع نادي الرجاء الرياضي في سنة 2002. وين أبي المسلوب؟ تمريرة ممتازة في اتجاه أبي بيضوطان، هدف. كاين هناك خطأ كبير في الدفاع، نبي المسلوب والهدف الأول لفائدة فريق رجاء البيضاوي بواسطة مصطفى بيضوطان. رجاء البيضاوي، هشام أبو شروان، وتسداب تسجل الهدف الثالث بواسطة مصطفى بيضوطان. فكما قلت ضربة خطا غادا تنفذ، محاولة تسديد لكرة دائرية ممتازة. هدف يا فريق الرجاء البيضاوي اللي سجل عضون بيضوطان. تمريرة ديال زمامة، وسرعان ما اندمج مع الفريق. وفي موسمي 2002-2003 و2003-2004 فاز بجائزة هداف البطولة، كما أنه توج مع الرجاء بلقب البطولة الوطنية سنة 2004، وقبل توج بلقبي كأس العرش وكذلك كأس الكاف. وفي سنة 2005 بيضوطان غينتقل لنادي روستوف الروسي على سبيل الإعارة، وفي موسمه تماك سجل 7 أهداف، 3 في الكأس و4 في الدوري الروسي. وبعودته لفريق الرجاء الرياضي جدد عقده مع النسور حتى لسنة 2007. مصطفى أضاف لقب آخر اللي هو كأس العرب، وخد جائزة الهداف كذلك في هذه المسابقة.
قصة بيضودان مع الرجاء وصلت للنهاية بسبب خلافه مع المدرب أوسكار فيروني، يفضل أنه يخليه يمشي على سبيل الإعارة لنادي المغرب الفاسي لمدة موسم كامل. وهنا قدم أداء جيد وجذب الأنظار هذه المرة من تونس، والوجهة كانت هي النادي الإفريقي. ثم بيضودان ما قدمش أداء المعتاد ومنجح في تجربته على خلاف ما كان متوقع منه، وفي صيف سنة 2007 تعلن على صفقة انتقال بيضودان للوداد. هذه الصفقة الجميع تنبأ لها بالفشل بسبب تجربة مصطفى الأخيرة، لكن في أرضية الميدان سرعان ما كذب مصطفى هاد التكهنات أنه بالفعل عناصر كتستحق كل مساندة وكتستحق الثقة اللي منوحة لها الآن، لأنها أكدت أنها في مستوى دي محاولة لخط الحارس. إذا كان غيكون هدف جميل جدا لفريق، وبالفعل الهدف الثاني الضربة القاتلة في هذه اللحظة لفريق الوداد البيضاوي، ضربة قاتلة كان سيكون هدف جميل وجميل جدا. ومن وضع الحاجز الدفاعي لفريق هدف لفائدة فريق الوداد، هدف لفائدة الوداد بواسطة مصطفى بيضودان، مصطفى بيضودان يسجل هدف لفائدة الوداد. قدم 3 سنوات مع الوداد لا تنسى، وجماهير الوداد عشقاته ولات كتغنى به، وفاز مع الوداد بلقب البطولة الوطنية سنة 2010. وفي مجموع 3 سنوات اللي قضاها في القلعة الحمراء نجح في تسجيل 31 هدف. بعدها انتقل لنادي الكوكب المراكشي ولعب معاهم موسم واحد، نفس المدة قضاها في نادي الاتحاد الزموري الخميسات وجمعية سلا. مسيرة بيضودان مع المنتخب المغربي كانت قصيرة بزاف، حيث أنه لعب 10 مباريات فقط مع الأسود وسجل 2، بالإضافة لمشاركته مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا واللي وصلوا فيها للنهائي وانهزموا أمام تونس بجول 1. لكن بيضودان ما خد حتى دقيقة وبقى حبيس دكة الاحتياط. مصطفى بيضودان هو واحد من المهاجمين اللي بسموا على مسار كروي كبير بسبب أهدافه وحضوره القوي، بالإضافة لعدم تواجد لاعبي الآن في البطولة الوطنية من طينة بيضودان اللي غيبقى دائما حاضر في أذهان الجماهير خصوصا جمهوري رجاء والوداد.